أعطيك الهواء لتضعنا بقراءة سياسية حول هذه الردود وهذا التهديد والوعيد الذي يعني تقوم به أو تشنه إيران وقادة النظام الإيراني منذ استهداف قاسم سليماني. مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. عندي ثلاث نقاط صراحة في متابعة أحداث اليوم والتهديدات المتبادلة. أولا، يجب أن نعلم أن رجال النظام الإيراني هم شخصيات هامشية مقارنة بسليماني، فهذا بالنسبة لهم كان وزير المستعمرات الإيرانية في الخارج. إيران في ردها يجب أن نستذكر أنها تؤذي ولا تستفز، بمعنى هذه الاستفزازات الحالية مرحلية ستنطفئ بعد حين، فهم يؤمنون بالعمل بالصبر الاستراتيجي حتى يصلوا لما يريدون. نعم. الآن قضية الأهداف، يعني هناك تبادل في الأهداف، 35 هدف أمريكي و13 سيناريو، 35 هدف أمريكي من حددوها. نعم، و13 سيناريو تقول إيران أنها تدرسه. كل هذه لها دلالات، حتى من أعلن هذا الأمر له دلالة. من أعلن الأمر هو علي شمخاني عربي. معناها راح تعتمد على المكملات الاستراتيجية الإيرانية اللي هم أيتام سليمان سليماني، وللأسف كلهم عرب، حزب الله، الحشد الشعبي، الحوثيين. الآن نأتي للأهداف نفسها، ما رشح حتى الآن أو تسمية 35 هدف، معناها التهديد مكلف على طرح هذا العدد الكبير من الأهداف. أيضا نستطيع قراءة أنه جعلها سهلة، يعني أن تضع البنتاغون هو أن تضع كل قطعة عسكرية وقاعدة عسكرية في مرمى هدفك. الآن ما يهمنا من هذا الأمر هو وضعنا في دول الخليج، يعني هناك أؤكد أنها 12 قاعدة أمريكية، 6 سفارات، يعني نوصل ل 20 هدف من 35. ف يعني أرجح أنا في تقديري أن هذا لن يحدث، لو تمت لن تتعدى القوات الأمريكية المنتشرة في العراق. يعني هو كله تضع في خانة التصريح الإعلامي أو الحرب الإعلامية والكلامية دكتور، ولن تجرؤ إيران بالفعل على التطول مجددا برأيي، خصوصا في هذا الوضع الحساس والمحدودة أيضا بفترة الغضب الحالي، يعني في مرحلة الدينايل أو رفض ما حدث هي ما جعلهم يطلقون مثل هذه التهديدات. كما قلت أيضا، الرد اللي أتوقع أن يكون هجمات سيبرانية، الرد بالتأكيد سيكون عسكري بشكل ما وليس أهداف مدنية، وهذا يناقض ما قاله شمخاني، يعني يسندنا في هذا الكلام اللي قال الجنرال دهقان وهو المستشار العسكري لعلي خامنئي، إنه قال أن الرد سيكون عسكري وإيران لن تتجاوز سقف اغتيال قاسم سليماني. هذه نقطة مهمة، هي هناك تناقض الآن صار. نعم. هما جميع الأهداف مفتوحة، الآن تراجعوا أنها أهداف عسكرية. طيب. فقط.